السلام عليكم، مرحبا بمشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصة الميزان الصحي. كما عودتكم كل أسبوع موضوع، موضوعنا اليوم هو تحاليل فيتامين دي. الفيتامين دي في الواقع ماهوش فيتامين، هو هرمون ينتج داخل الجسم بعد التعرض لأشعة الشمس، لا برودكسيون تاعو تكون داخل الجسم، ونقدروا نتحصلوا عليه تاني من بعض الأغذية مثل اللحوم، الأسماك، عصير البرتقال وبعض منتجات الألبان. الدور الأساسي للفيتامين دي هو امتصاص الكالسيوم والفوسفور من الغذاء إلى الجسم، ويدخل تاني في المينيراليزاسيون أوسوز. في حالة انخفاض فيتامين دي ينقص امتصاص الكالسيوم من الغذاء، دونك الكالسيوم اللي يكون في العظام يتليبيرا ويسيح في الدم باش يحافظ على نسبة ثابتة في الدم. الحالات اللي يطلبوا فيها تحاليل فيتامين دي: تخلخل أو تشوه العظام، تخلف النمو عند الأطفال، يكشفوا الفيتامين دي عند البالغين وعند النساء الحوامل، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم، تواجد حصى في الكلى، انخفاض القدرة على التركيز. بالنسبة لأخذ العينات، بخلاف موت الفيتامين دي مش لازم الإنسان يكون صايم، في أي وقت يقدر يدير الفيتامين دي. بخلاف مو يكون سيغتو بيباريني، مش شرط لاكولور تاعو تكون خضراء، المهم تكون مكتوبة في ليتيكات إيباغين. بالنسبة للنتائج، نتائج الفيتامين دي يكون ما بين 30 حتى 100 نانوغرام سيغ ميليليتر، قل من 30 تكون انسوفيزون وفوق 100 تكون توكسيسيتي. وللوقاية من انخفاض نسبة فيتامين دي في الجسم، يجب على الإنسان تناول الأغذية الغنية بالفيتامين دي مثل اللحوم والأسماك وعصير البرتقال. بالنسبة للأشخاص المسنين، يجب عليهم على الأقل يشربوا أمبول تاع الفيتامين دي كل 6 أشهر، تساعدهم بزاف. وبالنسبة للفئات الأخرى يجب استشارة طبيب، علاش؟ بيسك الإنسان ما يقدرش يشرب هكاك فيتامين دي بدون علم الطبيب. عند الطبيب لازم كاين فحوصات، كاين تحاليل، كاين أمورات أخرى في شخصية الطبيب، بيسكون يشرب في الفيتامين دي يطيح في لاتوكسيسيتي تاعو. حنا البروبليم ماشي في الانسوفيزونس، البروبليم في الانسوفيزونس في لاتوكسيسيتي، ما يقدرش هو يشرب فيتامين دي وما على بالوش النسبة تاعو في الجسم. الوقوف تحت أشعة الشمس على الأقل 10 دقائق في اليوم تكفي الاحتياجات اليومية. الانسان مثال يقول لك انا لحمي تصدر، ولا انسان يقول لك انا نتكسر نطحت من الدروج تكسرت، دوك نمدو مثال ونفهمو. دوك انسان مثال يوزن 70 كيلو، كون نجيب له حاجه فيها 70 كيلو ما يقدرش يهزها، علاش؟ بيسك العظم تاعو هو اللي يهز اللحم تاعو، تقول هذاك تاعو ما يحسش به، العظم هو اللي يهزه. في حاله ما انسان ما يقعدش في الشمس مده كافيه، الفيتامين دي ما يتاكتيفاش، دونك ما تصارش لا فيكساسيون تاع الكالسيوم في العظم، ولا يتليبيرا بزاف. الانسان يعود العظم تاعو راشي، يعود يحس باللحم هذيك ثقيله عليه، علاه يقول لك البلاصه يتسطر، يعود اللحم هذيك اللي كان هزها العظم تاعو تعود ثقيله عليه. في الاخير نشكركم على حسن المتابعه، سعدت جدا بلقائكم اليوم، نلتقي في عدد جديد ان شاء الله، الى اللقاء.